وللحديث عن الهجمات التي نفذت بطائرات مسيرة واستهدفت منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ودلالاتها وانعكاساتها أيضا على مستقبل البلاد والصراع الحاصل على نتائج الانتخابات، معنا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أهلا بك معنا أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا، حياكم الله ومرحبا بكم بمشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ مصطفى. بداية، ما الذي يعنيه هذا الاستهداف المباشر لرئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي في منزله بعد أقل من يوم واحد، كما تعلم، من تهديد الميليشيات له بدفع ثمن قتل عناصرها الذين كانوا يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء؟ رغم أنني لا أبرئ عصابات الإرهاب من ارتكاب أي جريمة تحدث في العراق، لكنني أشكك تماما بهذه القصة أو بهذا الحدث، وأعتبرها مسرحية سمجة من تأليف المستشارين الأغبياء الذين يحيط مصطفى الكاظمي نفسه بهم، والهدف منها إعادة تلميعه وإظهاره بصورة الضحية والبطل المستهدف وتلميعه وتقديمه مجددا إلى رئاسة الوزراء. وهناك الكثير من الأدلة في هذا الصدد، منها حتى الصور التي يعني نشرتها الجهات الرسمية في العراق للموقع المستهدف، تظهر أنه بيت صغير مهجور، الحشائش والأدغال تنمو فيه بشكل كبير، الخالي من الأثاث، وهو مقر كان يستخدمه مصطفى الكاظمي وكنعان مكية. هذا في حقيقة المقر، هو مكان كان يستخدمه مصطفى الكاظمي وكنعان مكية مقرا لسرقة الأرشيف العراقي والوثائق التي سرقوها من الدولة العراقية في نعم. بداية الاحتلال. نعم سيد مصطفى، ولكن يعني هذا الحدث لربما يستوجب من الكاظمي استحقاقات معينة يجب عليه أن يكون بحجم هذه، يعني هذا الحدث الذي جرى من استهداف لمنزله. يعني برأيك، هل الكاظمي قادر فعلا على تنفيذ مثل هذه الاستحقاقات في هذا الوقت؟ الكاظمي ليس في هذا الوقت فحسب، بل في كل وقت أضعف من أن يؤدي هذه المهمة، وهي مهمة تصفية الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة فعلا وليس بيد الميليشيات التي تقود الدولة وتمسك بكل زمامها. والدولة هنا بين قوسين، لأنه حقيقة نتحفظ على هذه الكلمة، لا توجد دولة في العراق المحتل. الكاظمي هو صنيعة هذه الميليشيات وصنيعة توافقاتها وصنيعة إجراءاتها، ولا نخفي حقيقة أن قيس الخزعلي قال ذات يوم أن مصالحنا هي التي جاءت بمصطفى الكاظمي لمنصب رئاسة الوزراء في العراق. هناك تخادم كبير بين الميليشيات ومصطفى الكاظمي، سبق لهم أن اعتدوا عليه شخصيا، أهانوه شخصيا، تحدوه شخصيا دون أن يقدم على أي خطوة. نعم، هذه خطوة التي حصلت إن كانت فعلا قد حصلت ترتب عليه جملة من الاستحقاقات المهمة، ولكن هو أضعف بكثير من أن يقوم بشيء، وستثبت الأيام صحة ذلك. نحن نتمنى أن نكون على خطأ في هذا التحليل، ولكن هذا مسار الأمور في العراق، يؤكد أن الأمر مهما تفاقم بين أطراف المشروع الاحتلالي فهناك من يضبط حركتهم ويمنع تدهور الأمور وتحولها إلى صراع حقيقي دموي. نعم، تبعات ما جرى سواء كان حقيقيا كما ذكرنا أو أنه لربما كان مفتعلا من قبل الكاظمي أو يعني مجرد دعاية لتلميعه، في كلا الحالتين ما تبعات يعني هذا الحدث على مجريات الأمور وخاصة السياسية منها في العراق في هذا الوقت؟ يعني هذه محاولة كما قلت لخلط الأوراق في هذا الزمن أو هذا التوقيت الملتبس، ولكن لن تؤدي إلى نتائج إيجابية طبعا للعراقيين، وهي يعني الهدف الأساسي منها إظهار الكاظمي بمظهر الضحية المستهدف من قبل الميليشيات. وإذا تلاحظون أن يعني ليس هناك حديث عن عمل إرهابي،
هناك حديث عن جريمة أو هناك حديث عن عمل مشبوه، لكن ليس هناك حديث عن عمل إرهابي. ولكن هناك سيد مصطفى، يعني ولكن هناك تهديدات يطلقها زعماء الميليشيات للكاظم بين الفينة والأخرى، وهناك أيضا يعني استخفافا ولربما يكون أكثر من ذلك من قبل أبو علي العسكري للكاظم. وهذا الذي كنت أريد أن أتكلم عنه، هو لا يوجد الآن، حتى الآن لا يوجد، رغم كل التهديدات التي تطلق من زعماء الميليشيات الإرهابية علنا، لا يوجد تحديد لهوية الذين نفذوا هذا العمل، ولذلك يطلق عنها أنها عصابات خارجة عن القانون، أو العفو مجموعات خارجة عن القانون، أو عصابات إجرامية أو ما شابه، دون أن يجري أي مساس بهذه الميليشيات الإرهابية بشكل مباشر، وهي تتحرك بكل وضوح ودعومة بسلاح الدولة وبهويات السلطة، بسلاح السلطة وبهويات السلطة وبآليات السلطة، ومعروفة لدى السلطات الأمنية مقراتها ومعسكراتها وأفرادها وزعمائها. ألا يمكن سيد مصطفى برأيك، ألا يمكن إدراج ما جرى اليوم ضمن الصراع الأمريكي الإيراني؟ وهل لربما نتوقع تحركا أمريكيا ضد الميليشيات في العراق في الأيام القادمة؟ أنا لا أعتقد بوجود صراع أمريكي إيراني، هناك خلاف على حدود النفوذ ومدياته وحجمه وعمقه، ولكن لا يوجد صراع بمعنى الصراع الحقيقي بين هذين المشروعين الأمريكي والفارسي ما يتعلق بالعراق على الأقل. يعني كان هناك إدانة واضحة من قبل الولايات المتحدة لما جرى اليوم، في أي سياق إذن تضع هذه الإدانة؟ الولايات المتحدة وإدانة كل الجهات العربية والإقليمية والدولية جزء أساسي من مشروع تلميع الكاظمي وتسويقه وإعادة طرحه مجددا لمنصب رئاسة الوزراء في العراق. ولكن يعني في الداخل بين الأحزاب وبين القوى المشاركة في الانتخابات هناك رفض واضح وصريح للتجديد للكاظمي. عندما تأمر الجهات المتحكمة بالشأن العراقي باختيار شخص سواء الكاظمي أو غيره، سينصاع الجميع لهذا الأمر. قبل اختيار الكاظمي كان هناك اتهام مباشر له بالتسبب في اغتيال أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، وفجأة في لحظة واحدة تغيرت الأمور واختير مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء، وزار هو مبنى الحشد الشعبي ودعمهم وارتدى بزتهم العسكرية وحضر استعراضاتهم ويعني تعامل معهم كجزء من قوى السلطة التي جلبته وتقوم على حمايته واستمراره. في هذا الإطار سيد مصطفى، بدا لافتا يعني تصريح الكاظمي بأن الصواريخ والمسيرات الجبانة كما وصفها لا تبني وطنا، هل كان يمكن بناء وطن بالفعل مع سلاح الميليشيات قبل هذا الهجوم الأخير الذي استهدفه شخصيا؟ هذا الكلام مردود عليه أولا كما تفضلت، لأن الدول لا تبنى بسلاح الميليشيات الذي هو جزء من في حقيقته جزء أساسي من السلطة القائمة المتنفذة في العراق. من الذي ينفذ هذه العمليات الإرهابية؟ من الذي يسيطر في عموم العراق؟ وديالة نموذج أخير، من الذي يسيطر على القرار الأمني وعلى القرار العسكري؟ من الذي يتحكم بمؤسسات السلطة الإدارية والسياسية؟ من الذي يتظاهر منذ عدة أيام دون أن يمس؟ من الذي يسعى للتحالف مع الجهات السياسية الأخرى؟ هؤلاء هم المسيطرون على المشهد السياسي في العراق بكل وضوح. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.